العربية منذ عام 67، وكذلك مزارع شبعة وتلال كفر شوبة اللبنانية يشكل تهديدا مستمرا للأمن والاستقرار في المنطقة وللسلم والأمن الدوليين. خامسا، مطالبة المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الأمن باتخاذ التدابير اللازمة التي تفرض على إسرائيل الالتزام التام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، وخاصة القرار 497 لعام 1981، إضافة إلى القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان في هذا الشأن، وإلى فرض الالتزام بتطبيق بنود اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على مواطني الجولان العربي السوري المحتل. سادسا، الطلب من مملكة البحرين رئاسة المجلس وجمهورية مصر العربية رئاسة القمة والعضو العربي في مجلس الأمن والأمين العام لجامعة الدول العربية إجراء الاتصالات والمشاورات مع الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن والدول الأعضاء فيه من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة هذه الاستفزازات والانتهاكات الإسرائيلية. من ناحية أخرى